كنت بأول جمعة نوميناه ومرحلة الخطر يعني كنت بين أضعف نوميناه هيك بالدل ووصلت مرة للبرايم 14 وطلعت ومبسوط كثير من حالي مبسوط لأنه وصلت لهالمرحلة بلخصة إنها ناجحة بلخصة بأنها شيء كثير حلو صار بحياتي وتغيير هي نقطة التحول بالنسبة إلي كانت أحلى برايم كان بالنسبة إلي هو برايم 14 أحلى ويعني الشعور كتير مختلط بس بالنسبة إلي كان البرفورمنت كانت الأفضل بالنسبة إلي والمسؤولية اللي انحطت علي كانت بأكتر بنسبة عالية بهذا البرايم بالنسبة لرفاهيات ستار أكاديمي هو معمل لإنسان بفوت عنده نتفة موهبة تتنمى بطريقة سريعة كتير وحلوة كتير وصعب كتير بس بيطلع بنتيجة حلوة كل ما تقدمت بالبرنامج لقدام من آخر نوميناسيون تعلمت كتير لأنه سبب أني أطلع كنت مرتين نومينا كمان الأسبوع الماضي كنت هو تردده أو خوفي من بس زادت المسؤولية عني بس صرت عرفت أتحكم بهالمسؤولية وعرفت أعطيها اللي بدي إياه علمتني كتير هالنومينيشن أفضل حصة بالأكاديمي كانت صف مدام بتي كنت بتميز بكتير عن كتير أشخاص بأفكار اللي عم بقديها بكيف بقديها وكيف بوصلها كل صفوف كنت حبون يعني كنت استفيد كتير من صف مدام كارلا من إشياء كنت بجهلها ومن ملاحظاتها اللي بصفوف أنا اكتشف أنه عندي نقص هون وعندي نقص هون وعندي ميزة هون وعندي ميزة هون بصفوف مدام كارلا بدي أقول لسلي أنا بحبها كتير 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 بحبها وبحب كيف تتصرف كيف تحكي وبحب أمزح معها بهالطريقة وكان هي موضوع قابل وكان كتير مهضومة معي وكتير بحبها أحلى إيفال بالنسبة إلي كان اللي حسيت أنا صدقته أنا وعم بشتغله أنا عم حضره صدقته وأمنت فيه ووصلته مثل ما أنا بدي بكامل حال زفير وهو إيفال بس كنت عامل أعمى وكان في قضية إنسانية وصلها وغني أكتر مكان حاشتاق له بالأكاديمي ليفينج لأنه كلنا نجمع بالليفينج كان كتير إشياء صايرة كتير مواقف صايرة بين ليفينج والمطبخ ثلاث أسامي باعتقادي لازم يكونوا بالحرقة الأخيرة حسب رأيي الخاص هايدي عباس مروان اسمان كتير أكيد إنه حيكونوا هن هايدي ومروان والفائز بلقب ستار أكاديمي هايدي السنة بحسب اعتقادي هايدي موسى أنا صراحة بالأكاديمي كنت عم بعيش كل نهار بنهاره كنت عم بنبسط بكل نهار كان كل شيء عم يجي من الله كل شيء عم بتحسن فيه عم بنبسط لا استنظر انه اربح اللقب كان لا يجي النهار كنت بركي استنظر اجمل ما في برافائيل هو الكرم تبعه رافائيل دايما بيعطينا شيء حلو بنبسط نتفرج عليه هو عم بغني هو عم بيمسي رافائيل هو شاب موهوب كثير عنده الموهبة ظاهرة جداً رافائيل كله على بعضه حداً فنان حساس مثل شعلة النار والعالم بيروح بالفكر للآخر عنده جرأة إنه يحمل المشهد على كتافه من الأول للآخر رافائيل عودنا على إيفالات حلوة وفرحة وفيها أكشن عطول هيدا الحلو عند رافائيل بيعمل شيء بالآخر هيك ما بنكون مستنظرين كتير حلو حسسني بالمشهدية أنا بشوف إنه رافائيل عنده مواهب كتير أنا بقدر أقول إنه هو من الكنادي المستنطيني اللي فرجينا فعلاً تقدم كتير كبير من ناحية الصوت
للفانز انه خلص زعل وخلص مود مش حلوة. بحبكم كتير 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 وبشكركم من كل قلبي على كل لحظة كنتوا فيها حدي، على كل مرة صوتوا لي، وبشكركم النهار كنت ازعل تزعلوا معي ونزل هذا الشعور ما كتير حلو. مر يعني مسيرتي ما خلصت هون بالأكاديمية، طوروا مني أعمال ناجحة وما بتنجح إلا بوجودكم وبس تحضروني وبس تأمنوا فيه وتشجعوني وتنتقدوني فيها. ناطر انتقاداتكم بكل شيء بعمله، بحبكم كتير.